السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنستكمل الـ CVS Physiology، هنتكلم على الـ Structure of Cardiac Muscle. عندنا الـ Cardiac Muscle شبه الـ Skeletal Muscle، إن ليها Origin، ليها Insertion شبهها في الـ Microstructure، لكن بتختلف عنها إن الـ Cardiac Muscle مش Dependent على الـ CNS، لأ هو فيه Pacemaker خاص بيه بيبدأ الـ Excitation Wave، وهنتكلم عنه بالتفصيل. الكارديك ماسل ما فيهوش نيورو ماسكولار جونكشن، وكمان الكارديك ماسل الفايبرز بتشتغل كسنجل يونت، كوحده واحده، طبعا على عكس السكليتال ماسل اللي بتتكون من سيفرال موتور يونتس. طيب ايه فايده ان الكارديك ماسل تبقى سنجل يونت؟ لا طبعا دي مهمه جدا علشان تسمح بالرابيد coordinated contraction، ودي حاجة اسمها functional syncytium هنتكلم عنها بعد ما نخلص باقي الستركشور. طيب عندنا المسل فايبرز بتبرانش وبتانتر ديجيتيت مع بعضها، بتتداخل مع بعضها، لكن هيفضل كل فايبر يعتبر complete unit محاط بالسيل ممبرين اللي هو السيركوليما. عندنا كمان موجود intercalated discs ما بين الفايبرز. ايه intercalated discs دي؟ دي عبارة عن structures بتكونكت الكارديك ماسل سيلز مع بعضها. انا عندي هنا حاجتين، الجاب junctions وعندي التايت junctions. الجاب junctions دي عبارة عن channels موجودة ما بين الكارديك ماسل فايبرز علشان تسمح بالدي بولاريزيشن كارنت او الاكشن بوتنشيال ان هو يعدي من خلية للتانية. عندي كمان التايت جونكشن اللي هي هنا الدوزموزومز، ودي عبارة عن حاجة برضو يعني بتخلي السيلز اللي جنب بعضها تمسك مع بعض، تمام؟ برضو هنتكلم عنهم كمان شوية. عندنا بقى المايوفايبرز اللي بتبقى جوه المسل فايبرز بتظهر كلونجتيودينال سترانز من ثيك فيلامنتس اللي هي المايوسين وثين فيلامنتس اللي هي الاكتين، ودول بيبقوا انتر ديجيتيتد مع بعضهم، فالمسل فايبر بتظهر كسترياتد اللي هي العضله المخططه بدارك بانز اللي هي اسمها الاي بانز، ودي اللي بيبقى فيها الاكتين والمايوسين مع بعض. وعندي لايت بانز ودي اللي هي الاي بانز، دي اللي بيبقى فيها الاكتين فقط. وعندنا البيزك ستراكشرال يونت، وده سؤال ام اس كيو. البيزك ستراكشرال يونت بتاع المسل هي الساركومير، ودي المسافة اللي بتبقى ما بين 2 زد لاينز، دي الاي باند ودي هي الاي باند اللي بيبقى فيها الاكتين فقط، تمام؟ طيب عندنا المايوفايبرلز بتبقى محاطة بشبكة من التيوبيلر ساركوبلازميك ريتيكولوم، ودي بتبقى ماتش سيمبلر وليس ديفلوبد عن الساركوبلازميك ريتيكولوم بتاع السكليتال ماسل. الساركوبلازميك ريتيكولوم بيبقى فيه دايليتد تيرمينالز اسمها سيسترني، ودي بتبقى موجودة جنب او لازقة فيه الترانسفيرس تيوبيول اسمها التي تيوبيول. ايه التي تيوبيول دي؟ دي ديب انفاجينيشن من الساركوليم، ودي بتبقى ماتش مور ديفلوبد في الكاردياك ماسل عن السكليتال ماسل. فانا هنا بيبقى عندي واحده تي تيوبيول ومعاها تو تيرمينال سيسترني على الناحيتين، الثلاثه دول مع بعض بيطلق عليهم كلمه ترياد، بتبقى موجوده عند الزد لاينز، تمام؟ طيب انا عندي 4 بروتينز بيبقوا كونسرنت بالكونتراكشن، علشان لو جالنا في الام اس كيو عندنا المايوسين والاكتين والتروبومايوسين والتروبونين. معلومه كمان ان الميتوكوندريا في الكاردياك ماسل بتبقى اكبر وبتبقى ماتش مور ديفلوبد وموجوده بكميه كبيره، وهنا بتبقى اونلي ايروبيك في الميتابوليزم بتاعها. تعالوا بقى نشوف موضوع السينسيتيوم. كلمة سينسيتيوم معناها ان ايه؟ الدنيا ملتحمة مع بعض. فانا عندي ترو سينسيتيوم وعندي فانكشنال سينسيتيوم. ترو سينسيتيوم ده بيبقى عندي continuous mass من البروتوبلازم، ما عنديش complete separation
لإنديفيديوال سيلز أو عندي جروبس من السيلز بس انتر كونكتد مع بعضيها بالانتر سيلولار بروتوبلازميك بريدجز، كباري كده ما بين الخلايا وبعضها. المهم ان انا عندي كونكشن، عندي بروتوبلازميك كونتينيوتي. تمام. طيب انا عندي في الهارت مفيش بروتوبلازميك كونتينيوتي، الخلايا بتبقى سيباريتد عن بعضها بكمبليت ساركولمال ميمبرينز، لكن بالرغم من كده الهارت بيشتغل كوحدة واحدة كما لو كان ترو سينسيتيوم، بس الخلايا منفصلة عن بعضها، ما عنديش بروتوبلازميك كونتينيوتي. فهنا بقول عليه ان الهارت فانكشنال سينسيتيوم. تمام. فالهارت بيشتغل كسينجل يونت ما فيهوش مالتيبل يونت زي اللي موجوده في السكليت المصري. فلما بيحصل استيميوليشن للهارت بثريشولد ستيمولس هيرسبوند بشكل كامل، ما عنديش تدرج للريسبونس على حسب الزياده في قوه الاستيمولس. فانا عندي كده الهارت بيتبع قانون الاول اور نان رول، اللي هو ازاي؟ لو انا عندي ويك ستيمولس مش هيبقى فيه ريسبونس اصلا، لو انا عندي ادكوت ستيمولس هيبقى عندي البيست ريسبونس، لو انا عندي سترونج ستيمولس هيبقى عندي البيست ريسبونس برضو. تمام. يبقى انا عندي الهارت يا فيه ريسبونس يا مفيش. تمام. طيب ايه السبب بقى ان الهارت دوت بياكت كسنجل يونت، بياكت كفانكشنال سينسيتيوم؟ طبعا الانتركاليتد ديسكس اللي هم مين هنا عندي في الهارت؟ الجاب جونكشنز والديزموزوم. اتفقنا ان الجاب جونكشن دي تشانلز بتسمح بهاي الكتريك كوندكشنز بلو ريزيستنس، فبتسمح بانتشار الاكسايتيشن من خليه للتانيه اولوفر الكاردياك ماسل، ودي اسمها الكتريكال سينسيتيوم. اما الديزموزوم ودي طبعا التايت جونكشن، وقلنا دي اللي بيخلي الخلايا ماسكه مع بعضيها، فلما واحده من الخلايا بتكونتراكت هتشد على الثانيه اللي ماسكه فيها وهكذا، فبيبقى عندي سترونج ميكانيكال يونت، ودي اسمها ميكانيكال سينسيتيوم. طيب احنا عندنا الكاردياك ماسل بيتقسم ليه سبيشاليزد تيشوز او فانكشنال ديفيجنز، اللي هم النودال تيشوز والجنكشنال تيشو والماسكولار تيشو. بالنسبه للنودال تيشوز او البيس ميكر تيشوز، عندي الساينو اتريال نود اللي هي الاس اي نود، والاتريو فينتريكولر نود اللي هو الاي في نود. طبعا الهارت مش بيشتغل اراديا، دي حاجه لا اراديه. تمام. فهو مش مثلا هيستجيب لستيمولس او كوماند جاي من البرين او اي نيرف سنتر تاني، لا، هو في الاون سيستم الخاص بيه للسيلف اكسايتيشن. عندي مثلا البيس ميكر سيل اللي موجوده في الساينو اتريال نود، دي اصلا مخصصه سبيشاليزد ان هي تبدا الاكسايتيشن ويف بريجولار ريزم، ده بالنسبه للاس اي نود. طب ايه وظيفه الاي في نود؟ دي اللي بتنقل لي الالكتريكال امبلس من الاتريوم تو فنتريكل علشان يحصل له كونتراكشن، يعني بيكنترول مرور الالكتريكال سيجنال من فوق لتحت. تمام. طيب بعد كده الجنكشنال تيشو او الكوندكتيف تيشو، ودي اللي هم الهس باندل، ده مكان الاس اي نود اهو وده الاي في نود. بعد كده بنخش هنا على الهس باندل، وبعد كده الباندل برانشز، وبعد كده البيركنجي فايبرز بتبقى متفرقه هنا كده اهي، دي بيركنجي فايبرز، ادي الاس اي نود اي في نود الهس باندل. بعد كده عندنا بيتفرق ليه الباندل برانشز، وبعد كده هنا البيركنجي فايبرز. طبعا احنا اتفقنا ان الهارت دوت فانكشنال سينسيتيوم، يعني كل خليه في الكاردياك ماسل بتبقى كوندكتيف للخليه اللي جنبيها. بالرغم من ذلك الكاردياك ماسل عنده سبيشاليزد سيستم اللي احنا قلناهم الهيس باندل والباندل برانشز والبركنجي فايبرز، دولت سبيشاليزد
علشان ينقلوا الاكسايتيشن ويف لباقي الهارت as fast as possible. تمام. بعد كده عندنا الماسكولار تيشو او الكونتراكتايل تيشو اللي هو الاتريال ماسل والفنتريكولار ماسل, وهنا طبعا معظم الميوكارديوم هيفضل زي ما هو سبيشاليزد في الاسينشال فانكشن بتاع الكاردياك ماسل اللي هي ايه الكونتراكشن, وانه يبمب البلاد لباقي اجزاء الجسم. تمام. يبقى النودل او البيس ميكر تيشو دي سبيشاليزد في انيشيشن الاكسايتيشن ويف بريجولار ريزم, اما الجانكشنال او الكوندكتيف تيشو ده سبيشاليزد الكوندكشن بتاع الاكسايتيشن ويف لباقي الهارت as fast as possible, اما الماسكولار او الكونتراكتايل تيشو ده وظيفه الكونتراكشن وبامبنج البلاد تو ذا ريست اوف بودي. تعالوا بقى نتكلم على البروبابيلتيز بتاع الكاردياك ماسل. عندي اربعه: اكسايتابيليتي, اوتوريزميسيتي, كونداكتيفيتي, كونتراكتيليتي. الاربعه دول يعتبروا فيري امبورتنت فانكشنز للكاردياك ماسل وكاركترستيك لي, علشان كده بقى يعرفوا بالبروبابيلتيز بتاع الكاردياك ماسل, خصائص مميزين للكاردياك ماسل. هنقول على كل واحد كلمتين, وان شاء الله في الفيديو الجاي هنتكلم باستفاضه عنهم. اول حاجه عندي الاكسايتابيليتي, ودي قدره الكاردياك ماسل ان هو يولد اكشن بوتنشال in response to depolarization, وان هو ينقله كمان along membrane. تمام. ودي تعتبر الفيرست والموست امبورتنت كاركترستيك فانكشن للكاردياك ماسل, وطبعا دي كومن لكل الفانكشنال ديفيجنز او السبيشاليزد تيشو اللي احنا اتكلمنا عليهم الثلاثه اللي هم النودل والكونداكتيف والكونتراكتايل تيشو. لكن طبعا عندنا في البيس ميكر تيشو دي تعتبر سيلف اكسايتابل, يعني الاكسايتيشن ويف بتطلع منها هي, انما الكونتراكتايل والكونداكتيف تيشو هم فقط بيستجيبوا لما يحصل لهم استيميوليشن بالاكسايتيشن ويف اللي جايه من البيس ميكر. فاهمين ماشيه ازاي؟ طيب بعد كده الاوتو ريزميسيتي اللي هي الاوتوماتيسيتي والريزميسيتي. الاوتوماتيسيتي دي معناها القدرة ان هو يبدأ النبض الخاص بي, البيتنج الخاص بي. اما الريثميسيتي يعني قدرته ان هو يكمل البيتنج بانتظام برزم معين, وده طبعا بيبقى ريستريكتد للاوتو ريثميك سيل اللي هي البيس ميكر سيل اللي عندهم القدره ان هي تبدا النبض, تبدا الاكسايتيشن وتفضل تكمل بانتظام, وده طبعا في الساينو اتريال نود والاتريو فينتريكولار نود. ممكن عندي ليس اوتو ريثميسيتي تظهر في الكوندكتيف تيشو اللي هو الهيسبركنجي سيستم, لكن في الكونتراكتايل سيلز اللي هم الاتريال والفنتريكولار سيل طبعا دولت ما فيهمش اوتو ريثميسيتي. ولو بقوا اوتو ريثميك دي معناها ان الدنيا عندي باظت. ليه؟ ما هو لو الكونتراكتايل سيلز اللي هو اي مكان في الاتريوم او الفنتريكل بدا يعمل اكسايتيشن من نفسه كده, خلاص بقى الدنيا كلها هتبوظ, وكهربا تطلع من هنا ومن هنا ومن هنا, الويف مش هتعرف تمشي من فين لفين بالظبط. بعد كده عندنا الكوندكتيفيتي, ودي معناها القدره ان هو ينقل لي الكاردياك امبولس من خليه للخلايا المجاوره. طبعا كل الكاردياك ماسل سيلز بتبقى كوندكتيفز بس بديفرنت ريت, وده بسبب الفانكشنال سنسيتيم اللي احنا اتكلمنا عنه. في السبيشاليزد كوندكتيف تيشو, مين اسمها كوندكتيف تيشو اللي هي الفايبرز بتاع الهيسبركنجي سيستم, طبعا الكوندكشن ريت هيبقى سريع, انما السيل تو سيل كوندكشن ده هيبقى اقل شويه, طبعا مش زي الخلايا اللي هتبقى مخصصه لده. تمام. لكن في النودال تيشو اللي هو الاس اي نود والاي في نود, هنا معدل الكوندكشن بيكون فيري سمول, يعني في الكوندكتيف تيشو بيبقى بالامتار لكل ثانيه, انما في السيل تو سيل كوندكشن ريت
اللي هو بيبقى فيه الكونتراكتايل تيشو اللي هو الاتريوم والفنتركل بيبقى بالسنتي في الثانية، انما في النودل تيشو اللي هو الاس اي نود والاي في نود النقل بيبقى بالمليمتر في الثانية. تمام. طيب بعد كده عندنا الكونتراكتيليتي، ودي قدرته ان يحصل له استيميوليشن او ان هو يعني يرسبوند للاستيميوليشن بالكونتراكشن، وطبعا دي بتبقى موجودة في الكونتراكتايل تيشو، بتبقى ريستريكتد يعني محددة بس للمسكولار كونتراكتايل تيشو اللي هم الاتريال والفنتريكولار ماسل فايبر، وبتبقى لوست بشكل دائم، مش موجودة خالص في النودل ولا في الكوندكتيف سبيشاليزد تيشو. تمام. هنقف لحد كده النهاردة، وان شاء الله هنبدأ الفيديو الجديد نتكلم على الاكسايتابيليتي باستفاضة بقى. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.